تاع اليوم الاخوان على هاد لاباج هادي سميتها ميم ستوري، تلقاو لي نتاع في الديسكريبشن. الدراري اللي بغا زعما ابونا عندهم راه ديجا كيلوحو شي حاجه راه لا فان. انا بعدا من بين الشروط اللي كدير ليكيد شرط لا غنى عنه 20 كريدت في ستوري ضروري. الله يلا جبتي غتلقى ستوري قدام. المهم على ايين هما كيلوحو دي ستوري قدام زعما اللي ضاربين المشاهدات بزاف واللي تفاعل معاهم بزاف بنان في ستوريات. المهم ستوريات هما كيبداو مع ديك 12 الليل وكيلوحو كيلوحو بزاف تاع ستوريات. انا شكيت فيه 100% ودا كادير حكى لها لي خويا البلان ما فيها الدراري كيما عجبكم لابارتي الاولى قلت علاش لا ما ديرش البارتي الثانيه. ويقدر كاع تكون احسن من الاولى حيت هاد لاباج بالرجوله انا من بيك فان تاعهم ماشي هادشي تحب زعما تبان حيت شي حاجه. وكاين في الناس اللي عندهم هاد لاباج يكونوا عارفين عليها نبداو الدراري على اي مزبوط. ابوني ابونا الدراري واحد اللايك راه بقى لنا ولا 5000 ابوني واحد كومونتير ويتوب عليكم. قلت لي من المطار خصك تعرف واحد البحث كاين في حمضه ما ضحكش يكون ما ضحكش انا براسي ما ضحكش حيت حمضه حيت ما سمعتش بزاف حيت الاغنيه غالبه على الصوت تاعو طلعت الحمد لله طلعت غير كنصور مع الجوج 41 الليل طلعت غير بحال قلتي ديك المطار ديك المطار بوحدها اللي سمعت سير. الا شفتي هاد الفيديو ما غاديش تبقى تثق في داك الشيء اللي في انستغرام سير كاع نشوفو. انا لله وانا اليه راجعون. لا لا ما يمكنش هادشي فيك كذوب ما يمكنش تكون هكا واخا دير الماكياج وكل شيء وكيما يمكنش بعدين نشوف الحجبان اللي كنا في الثاني لكن ممكن نار الصاد بزاف شابة جاكسونا لا لا شابة جاكسونا بالله اطرب هاد مول الخضر ولا مول الاحمر باينة هاك لا فقيرة امك كنت في الضو دورة شعر اعميت اعميت لي كيف اعميت كنت في الضو داك خونا اللي كيبقى يهضر بالخايب على البنت اللي كان مصاحب معاها من بعد بالرجوله نسى واخا تكون هي خايبه دوي عليها بالزوين فهمتيني فقط مساله فقط بحال قلتي حلمه وكدوز بهذا المعنى صافي درت داك الشيء نسى خايب واخا تصاحبتي معاها وداك الشيء ولكن عرف بلي راه كنتو شحال هادي زوينين. المهم سير واو 18 كنت متوقع يحطو هذا ويمكنش الصاد اوه مونتاج تاع الهنود ضربوا لي على الصوت تاع الراس كتسمع ديك فت 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 كيفاش كلشي ولا كيفاهم الشينويه انت اللي ما مصاحبش زعما نايس مراكش لا كونيكسيون لا الحياه لا البحر عايشين جذاب وغادي تموت تحت الدليل غادي تمشي وجذاب شوف اخويا ديريكت شعيب شنو شعيب السدراتي كي جاتك مرات يسار ديتو شي داغ اليسار المهم موي والله العظيم لا اش نقول لك يا الله اخويا الزين كاين حق مولانا لا الزين كاين دير هو الشرع عطينا ربع شوف الصاد بالرجوله يسار طلعتو عليه ديال الصوت كي صافي نساو الدراري بالرجوله لكن بالرجوله راه توا لا اله الا الله هذا رد 17 اخويتي ترى في القانون ترى خاصو الرجم ايوا اخويتي مكتوب الله عندنا ما نديرو يا مودي تبارك الله عليه مي فريمون هذا اون بيل تاي فريمون حمقتني كل ما فليفله ديالي سحر ليا كون شفت كندير معاه فريمون ما حمقتني ما فراشه فراشه سكي حوته
او درت سويتش فهضرت اصاحبي. اوه خويا والله العظيم لا ضروبه بالله. المهم ما تدير انا اللي بوش عيب الفحل وما نقد بالرجوله راه كاينه التايب، خلينا من نكثر الهضره. مش عليه دي حق مولين، خاصني نعيط على صاحبي عبد السلام الجزار ومحمد وشوف تشوف عاد بغا يقد على يسار طونطون مدني. او تقعد المدني صدق المدني هذا. المهم يا هدف جول محمد يشنو في الفتح الرباطي. هاني مشاهدينا الكرام لفريق شباب المحمدية محمد بولكسوت. محمد بولكسوت بولكسوت راه هاد بولكسوت راه كلمة بشنا بولكسوت هي قلتي بحال قلتي مول الحوايج. سوت كرة لعناصر لا لا مونتاج هادي يا هدف جول. هاني مشاهدينا الكرام لفريق شباب المحمدية محمد بولكسوت. محمد بولكسوت كرة لعناصر لا دابا هما نقول لك ماشي طراف ديك فديك اللقطة بالضبط هو كان كينقز وكينقز فوق فهمتيني عادي هما اش داروا في ديك اللقطة زربوها باش تبان بحال كي مغاربة كيتسناو فيك السب عيط الله عليك هربني ياسين اش كدير؟ تنتخيل مرت عمي غدا يوم القيامة بحال ما بغا تكون مجموعة و برضه مو يوم القيامة هكا جنة جدو تا هو كان فقس جدودنا طايسو ثلاثة الوسامة تبارك الله ربي عاطي وسنت فالفيردي بيكو عدل عن طريق بيكو اسباس من ركلة جزاء فالفيردي اي يا فالفيردي او يا فالفيردي او يا فالفيردي او هذه ركلية ولا خلفه في اتجاه المرمى ولا ضربة مرمى لا ضربة مرمى كاينة مرة كيوقع بحال داكشي بعد ما قلت لك في الكازون ولا في الكوطات فهمتيني شوف هاد الكلاب واقفين كون عارف اش كيديروا ما يصوروش هاد بوزيسيون هادي من قبيلة هاكا شو الله ما حيدو اش كديروا نتوما نتوما اطرات لي هاد جوج كلاب راه حضر لهم انا براسي كانوا واحد جوج كلاب في الدرب في التحت انا هما كانوا مشدودين بحال هكا لكن ما عرفتش اش كيديروا هادي هي المشكلة ما عرفتش اش كيديروا الدراري بالرجولة اللي عارف شنو كيديروا لك في هاد اللحظة هادي في هاد اللقطة يشرحها لي في الكومنتات انا راه ما فاهمش اش كديروا شو عاطي بدور ولا اخر عاطي بدور ولا تيبقى مصدرك سالي لي الشيان سالي او فوز ام لي الشيان باباي زعما طاحر ماما عندك تركبي ماشي واحد ليلى طلعت ديريكت فاش كتهرس ليك المدام ولكن الطبيب صاحب لا ما يمكنش الصا لا صاد برو عارف بلال فاش كتهرس ليك المدام ولكن الطبيب صاحبك مخلي ليك البلاصه الصا الخبز هو تعيشي معايا بالخبز والماء الخبز والماء معاك يكفيني هي خذوا الشاي ويلي على الماء والخبز من اخويا في عصر قريش وما كان كياكلوا الماء والخبز من اخويا انايا تاتا غادي وكتقول تحبني انايا كدير السما نورس داكوغ ماشي مشكل اخويا الصغير انا كاين بدا كيخبط ويتركل ويدير السباط تطرج عليه داكشي ولكن هو فاش كتكون عندك انت شي حاجه كيجي كياخذها ليك واخا تموت انت في ديك اللحظه ما تسوقوش فيك هاد الكومبا هذا دايرينها باش نخلقوها فيه ونضحكوا بالنسبه للناس اللي باغين يبكيو عندي واحد الكونت في البنكه قابلو بقات كركب في الدموع بقات كيتين اش نعطينا بالروز ولا حتى انا خليكم باي بال في الديسكريبشن اش بان ليكم تنضحك هاد الدراري لا لي حشمنا لوبيتال راه كنقصد تفرجت في هاد الفلوق بالبنت الطاغية تفرجت في هاد الفلوق ويلكم تو اوسلو ضرب لي هاد ضرب لي هاد الطبيب كي يدير اخويا دراري انا كنت تما لا كون دارو داك الفتاع اويلي اينشتاين بلا صبير قصه صعيبه فوق لا اله الا الله عشرين فقط وغير رجع الطاكسي تحك في راسك يوقف ليك
بوحدو بلا ما تسولو بلا ما يشير لي تحرك في راسك عشرية ايه القرايه زعما القرايه راه كاينه مستر متعصب وعمال يرزق انا وصحابي ولا بالنزول بتكلم بطب داعك كون ضوء والله فانت بتكلمني انا هاد العام انا وهيتام ديدي كاس العيدان اللي كتشوف هاد الفيديو هيتام واشرف ولي استاذ زوبي مع الصبو تيغوت احنا تنضحكو غوتو الساك واحد المغربي مون العالم يعني هذا خنوج دار لينا واحد الفضيحه ما عمرنا ما تصورنا تخلينا لعقلنا والو دمرنا ضيعنا غوتو غوتو زعما راه كنقول شي حاجه كاينه ماذا تفعلون يا رفاع؟ نحفر حفر لماذا هذه الحفر؟ عمتي نحفر حفرة قطع بيض على هذا أحسن حال أبي كنت شصة الله يبيك أقلق لحفر جعفر يطيع بيض الله يمكن الصحة عارب العالي هذا بعد أصحابك هذا يدخل عند الحلاق كيستابا كيبقى يشطب زعما راه الحلاق صاحبي وكيكون يلا خرج من الجامع تفرج حتى الاخر الرش الزجاجة بالراس هولي شيت دو ات هيرت بول شيت او ماي جاد الله يلا فاق الله يو هيت مي اوه فاق دايخ دايخ حيد ضرب بالراس دايخ دايخ شيت دايخ الله لا دايخ جيز جيت اوت ذا واي عقلي راه الكراش ديالك في وقفه سيري عندها وانا كنعاون باش تهضر معاه انا من بعد موقف عليا عقلي فارش فمي كارش غارش الريح خارج شحال بيرش فارش تدخل الشارج دخل الشارج تارجع الشحال تتلف اصاحبي راه زيد الدارج اي طارش ما كاينش النار فوق ما فارش شخص اسلم وعمره 100 اي دقيقه 90 راموس تاع فيرسون 26 مريح في القسم كنضحك كضحك انت وعشيرك شويه دخل الاستاذ عشيرك يا مان تعرف يتمر عصبي من صغرو يا ديلك بركي ولا أقصى مراحل تفاهة في سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير هلا كي كي أما الإخوان هكا كان تراكس نتاعنا على هاد ستوري لاباج بيم ستوري غتلقاو لي نتاع لاباج تاعهم في الديسكريبشن كلهم ستوريات ناطين بالرجولة واحد لايك واحد كومونتير اللي عجبكم بلا ما تنساوش واحد كومونتير اللي كان زوين نتي لك كان زوين مزيان كتزيدو كتموتيفيوني نكمل في هذا المحتوى هذا ويتوب عليكم الدراري العز العز تزيدو